السابق سي امين الرباطي، مرحبا بك. اليوم خوضت مباراه ضمن الدوري قدماء ديال جهه طنجه تطوان ضد قدماء الجمعيه الرياضيه لطنجه، كيفاش كانت الاجواء ديال هذه المقابله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، فهاد المقابله كما شفتوها وشافوا الاخوان ديال العصبه ديال الشمال بان بكل صراحه يعني بطوله في المستوى، وكتشرف بان هاد البطوله هذه يكونوا اللعابه القدامى من الاولويات ديالها، باش كما قلت حتى اللاعب القديم يمارس الهوايه ديالو المفضله. فهذه مبادره بكل صراحه مبادره في المستوى، ومن الاوائل اللي شجعت هاد المبادره هذه بلا من عن العصبه ديال الشمال ولا مع الناس ديالها. فالحمد لله يعني كل الامور يعني اسبوع بعد اسبوع كيبان لك بزاف ديال الاشياء جيدين. كيفاش كتمر اجواء ديال التباري؟ والتباري بصراحه بكل صراحه يعني كاين واحد الاندفاعيه، واحد النديه صعيبه كما يعني ضروريه شويه النديه، ضروري يعني باش كتكون الحلاوه ديال الكره. هذه هي الحلاوه ديال كره القدم، ولكن الحمد لله كاين ديك النديه في الحدود ديالها، يعني ما كاينش واحد الاطار اللي خارج على اللعبه، ولكن الحمد لله يعني كنتلاقوا بالاصدقاء القدامى والاصدقاء اللي كنا معاهم شحال هذه، والحمد لله كنشوفوهم. فهذه كما كيقولوا لك من كره القدم ومن مسيرة الرحيل. سي أمين، شنو يمكن لك الخطاب اللي يمكن توجهه للقدماء اللاعبين؟ وبكل صراحه يعني كنوجه القدماء اللاعبين، يعني كل لاعب اللي كان كيلعب كره القدم يمارس الهوايه ديالو ويبقى في النشاط ديالو، بان الحمد لله الكره في المغرب بقات كتقدم شويه بشويه. فكما كنقول اللاعب السابق ديال المغربي كما كان نوعو يعني يمارس الهوايه ديالو المفضله ويكون هو الاولويه في الرياضه، بان كره القدم اللاعب اللي يلعب كرة القدم هو اللي خصو يكون من الناس الأولين في 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 الكرة ديالنا المغربية. سي أمين الرباطي، المجال مفتوح على طنجي سبور، باش آخر كلمة. أولا كنشكركم على الاستضافة ديالكم، بأن الناس ديال طنجة الحمد لله كانوا استضفونا واحد استضافة في المستوى، وكنتمنى لهم إن شاء الله التألق ديالهم لا اتحاد طنجة ولا الناس ديال القائمين على الرياضة في طنجة، كنتمنى لهم إن شاء الله مسيرة موفقة. وكما كنقول لك يعني كما شفنا طنجة يعني مش حال هذه، هاي طنجة رجعت، ونتمنى لهم التوفيق يعني بكل قلبي، وكنحيي الجمهور الشمالي بخصوصا. شكرا جزيلا أمين الرباطي، اللاعب الدولي السابق. شكرا جزيلا. شكرا.